وجهات النظر اقتنع الحضور بان الاكاديميه الجويه تر اقليميه. هذه الوقفة اليوم كنقوموا بها احتجاجا على التنزيل ديال المنظمة العلوية ولرعاية المكفوفين مع وزارة التربية الوطنية اللي بغاو يحطوا واحد البرنامج ديال التربية الدامجة لهذه الفئة ديال المكفوفين وضعاف البصر، واللي من خلاله غادي يولي التلميذ الكفيف يدرس رفقة أقرانه من الأسوياء داخل مؤسسة واحدة ومع جميع الإعاقات في نفس المؤسسة التي ما فيها لا ولوجيات، ما فيهاش أساتذة متخصصين، ما فيهاش قاعات خاصة بهذه الفئة هذه. الشيء اللي يستعصي الامر على هاد التلاميذ انهم يندمجوا بسهوله، الشيء اللي غياخذ واحد الوقت طويل على هاد التلاميذ هادو باش يندمجوا بواحد السهوله، وغادي يتعرضوا لابشع انواع الممارسات من طرف التلاميذ ومن طرف الاساتذه اللي حنا كبار وكنتعرضوا لبعض الاشياء وحنا موظفين وكنتعرضوا لبعض الممارسات، فما بالك بهم هما اطفال. هما تيأكدوا ان حتى شي مؤسسات ديال الاكاديميه طبعا تابعه لوزاره التربيه الوطنيه. بالاشكال اللي كان واقع هو كاين واحد البرنامج ديال التربيه الدامجه اللي طلقته وزاره التربيه كيهدف الى ادماج الاشخاص وضعيه اعاقه في المدرسه العموميه. طبعا حنا في صدد دابا الاعاقه البصريه اللي هي عندهم مدرسه ديال التابعه للمنظمه العلويه للمكفوفين، جينا اليوم باش نعرفوا واش هذا التنزيل غادي يكون بشكل صحيح ولا غادي يقحموا الوليدات في مدارس خصوصيه بدون حتى شي مقومات، بدون حتى شي امكانيات لا للاساتذه لا للمدارس باش يدرسوا مع مؤسسات، يدرسوا في مؤسسات ديال الدوله. حنا طالبنا في هذه الوقفه باشراكنا اولا في تنزيل مقتضيات هذا التربيه الدامجه، تنزيل سليم مما يوائم الخصوصيه ديال الاعاقه البصريه سواء الخصوصيه الاجتماعيه والنفسيه. طالبنا كذلك باشراكنا في هذا التنزيل بصفتنا اولياء امور التلاميذ، وبصفتنا كحقوقيين وفاعلين جمعويين، وبصفتنا كذلك كاطر تشغيل داخل المؤسسه. وخدينا وعد من عند الاكاديميه ان هذا التنزيل حاليا راه متوقف في جهه الدار البيضاء لانعدام الامكانيات اللازمه لتمدرس المكفوفين وضعاف البصر في مؤسسات عموميه، وثاني حاجه للتشاور فيما بعد التنزيلها، لان احنا اكدنا على الاكاديميه اننا احنا كحقوقيين احنا ماشي ضد التنزيل، هذا مطلب عندنا من زمان اننا نكون عندنا تنزيل لهذا التربيه الدامجه، وان الطفل الكفيف المغربي يدرس في مؤسسات عموميه ولكن يدرس بشروط وبمقومات.